تسألوا عن حكم الأناشيد الدينية كما وصفتها، جزاكم الله خيرا. الأناشيد الدينية ليس لها أصل، ليس لها أصل. ما يسمونها الآن بالأناشيد الإسلامية والأناشيد الدينية هذه إنما عرفت عند الصوفية. الصوفية هم الذين جعلوا الأناشيد من العبادة وجعلوه من دينهم. أما أهل السنة فلا، ليس عندهم ما يسمى بالأناشيد الدينية. نعم، يجوز إنشاء الشعر النزيه الطيب الذي فيه حث على الشجاعة والكرم والأخلاق والدعوة إلى الإسلام وما فيه فائدة أو فيه فائدة لغوية. نعم، يجوز إنشاء الشعر، وكان حسان ينشد عند النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الإنشاد في حالة سآمة في العمل أو السرى في الليل، كان المنشد ينشد والحادي يحدو عند النبي صلى الله عليه وسلم من أجل تخفيف المشقة في العمل، كما في بناء مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في الحدو في السفر. هذا أمر لا بأس به، هذا يسمى إنشادا. أما الأناشيد المنغمة والتي رتب لها فرق ويرتب لها تنغيم خاص وشكل خاص، هذه من الأمور المحدثة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.